أصعب شي يا ابن أختي هو النصر يلي بيكسبه الإنسان ضد نفسه يا إيزيل. ها من الأول كانت هاللعبة لعبتك أنت ما هيك؟ أنا كنت محل جنكيز، بعرف لوين بده يروح. في شخص واحد بيقدر يطلب منه مساعدة. طلع سردار من البيت، راقبه. ايه بعدين قعدت تستنى. لما قال سردار بهار فهمت انه اللعبة بلشت، وكانت بهار مراقبة. سردار ما كان عم يحكي معها، بعد كامل عني حتى ما اقدر اطلبه، وصار لازم يبعدني أنا. وأنت بعدت؟ مو كتير. استنيت واستنيت واستنيت لآخر لحظة. ها استنيت لوصلت عايشة على حافة الموت، ما هيك؟ هذا كان أصعب شي خالد، هاي الشغلة اللي ما قدرت أقبلها. بس إذا أنت بدك تكسب عايشة ما كان قدامك تعمل غير هيك. إيزيل، أنت لعبت لعبة على أعدائك. ها كانت طلعت جنكيز لبرا خطيرة، استخدمتها لمصلحتك وبس. كان بدي اياه يضل معصب. بعتت جنكيز على المنفى، قطعته عن الكل، تركته وحيد. اول خطوه. بعتت سردار الواطي على المنفى وبعدته عن بناته، وكانت الخطوه الثانيه. الخطوة الثالثة، عايشة فقدت ثقتها فيك تماما وكسبتها بطريقة، سلمتك حالها بكل شي عندها. أول مرة وثقت فيك عايشة بكل شي عندها. وأنا بالزمانات وثقت فيها كتير. وبعدين تفضلوا. حضرتك عايشة قطاي؟ أيوة، شوفي. إذا بتسمحي توقعي لنا هيا مدام. شو هي؟ لأنه ما دفعتوا أقساط القرض، ومنشان هيك البنك رح يباشر ينقل الأملاك يلي رهنتوها لملكيته يا مدام. شلون يعني؟ يعني العفو يا مدام، رح نحط إيدنا على بيتك.
إزال. عملت أصعب شيء ابن أختي، بس بالآخر كسبت. قطعت طريق طويل طويل. هلا بخاطرك. دقيقة لو سمحت بس. يا مدام نحن مو مبسوطين من الشغلة، بس مو طالع شي بإيدنا. خلص رح اتصل بمحامي، بس دقيقة. ولك بعد عمو بعد هيك. جان طلع لفوق. ولك خلص بقى جان. بس أنا كنت بدي ساعدك إلك أمي. إيزيل عايشة؟ إجا الحجز مشان القرض، أنت عندك خبر شي؟ لحظة، أنو حجز؟ عم ياخدوا كل شي، حتى أغراض البيت، أنا شو لازم أعمل هلا؟ عايشة، اهدي شوي هلا، أنا بساعدك. عايشة، لا تعملي شي. احكي لي هلا شو عم يصير؟ إذا أخذوا لي البيت، شو بعمل أنا إيزيل؟ آه؟ أنت بتعرف، جنكيز أخذ القرض منشان الأوتيل، أنت لازم تعمل شي إيزيل؟ عايشة، يمكن ما نقدر نعمل شي بهالقصة. طيب أعطيني المحامي، بلكي منقدر نكسب شوية وقت. تفضل، بس رح نحكي على الفاضي. شاهين، بعد عنها شوي وقول إنه مو ممكن. لا مو ممكن، ما بقى ممكن يا سيد. شلون كل شي صار مثل ما بدنا؟ ها هلا بتسكر التليفون وبتعطيها إياه وخذ رجالك وروح. إلا معك مهلة لبكرة بس، ما تغير شي. استنوا تليفون مني. ماشي، معك لبكرة بس يا مدام، ما تغير شي أبدا. إذا بدك نصيحتي، من هون لبكرة حضري حالك لتنتقلي. يلا رجعوا كل شي للروح يا شباب. ايه ابن أختي، فرقت بينهم وكل واحد بوحده. ما عندهم قوة، ما في علاقة بيناتهم، ما لهم حبايب ولا حتى محبين. عايشة، فكرت شغلك خلص مع عايشة. قلي شو بقي هلا يا ابن أختي؟ بدي خليهم يضلوا وحيدين ورح ضيعهم أكتر. بعدين رح يتذكروا ورح يندموا، رح يحاولوا يسترجعوا كل شي ويقولوا يا ريت اللي جرى ما كان. وانت شو رح تقول يا ابن اختي؟ انا بدي اقولهم ما تذكرتوني. أنا كنت أعز صديق لكم سنين، وأنا أخوكم. وأنتي ما تذكرتي؟ أنا كنت حبك الوحيد. حبك عمر. Thank you.